لا اجاني ناس آخ صرتي آخ؟ يعني انفلونسر عينه صابت يعني. انفلونسر ما بتقعد بتقو حنك على الانترنت. أهلا وسهلا عزيزي من غير وقوف عزيزة عزيزة سلام سينتيا كرم لورا خباز أهلا وسهلا فيكم منورين بيت الكل سؤال مفاجأة الحلوة مفاجأة حلوة لذيذة عظيمة لك ما أحليهم أودي خياتي هاي لورا أختي المال من أمي وبيي وسينتيا أختي بالمسرح شو أدل كيف صرت أخ لا تذكريني إيش بدي أحكي تأحكي من وين بدي بلش ما تحكي لا أنا لحظة ما تحكي ما أنت بس بلشي تحكي ما بتقعدي تخلصي خلص عادي هلأ بدي شوي أخ شو بدي أقلك عين أصابت عم بتعيدي نفس الجملة ما عم تعيديها نفس عين أصابتك أوكي حكي شارف حكي في جارتنا بتشيل عينها فوقها خلص خليها تفضل سألها لورا بدي اسالك شغله انه كل الناس بتتهرب من الشغل مع القرايب الا انت وانت لا عفاك مزبوط تعرف ما كنت منتبه لهيدي هالشغله لا بدك تنتبه لها ثاني مره والله العظيم ما كنت منتبه لها طبعا عن جد محوط بالعائله وهي احلى شيء محوط بالعائله احلى شيء تكون محوط بالعائله بس الفرق انه انت عم تشتغلي على المسرح صح مع جورج مع خيي صعب الشغل مع جورج هو صعب الشغل مع اذا كانوا حدا بروفيشنال اكيد صعب الشغل معه خصوصا اذا اوقات لانه بتعرف نحن بنرخرخ بنتعب وهو على طول هيك بينتبه على كل الديتيلز اذا شوي شطنا طب كيف لاحظت يعني ما حدا ملاحظ انت كيف لاحظت فايه من هيدا المنطلق صعب لانه دقيق كتير طب جورج انت صعب انا صعب ايه صعب جدي لدرجه يعني جديتي بالشغل تلامس العصبيه يعني فمثل العسكر شوي بيكون ماشيين بس انت عصبة؟ ايه لا ابدا اعوذ بالله بس ما مبين عليك مين قالك؟ مين قال لك انا عصبة؟ مين قال لك؟ لا بتعرف بالشغل ايه عصبي عصبي لانه مسؤولية كبيرة يعني بتعرف نحن معنا لوكس الوقت يعني عم نشتغل بظروف صعبة الاعمال اللي بنعملها بتاخذ برا سنة وسنة ونص تحضير نحن عم نعمل نفس النتيجة بوقت كتير أقل يلي هو بشهر أو شهرين بروفيت وأنا حامل كذا بطيخة يعني كتابة وتمثيل وإخراج وإنتاج وكلمات وألحان الأغاني ويعني وإدارة ممثل موضوع طويل يعني منه هين فإيه بمطرح ما توصل لمطرح بلش تتقاتل مع الوقت بتبلش تفقد عصبية طب بمكان ما مثلا ما بتاخد بعين الاعتبار مثلا انه لورا اختك ولا تعاطي كله لا بلا لك اذا تقلت شوي بروح بعتذر بعرف اعتذر يعني ما وهن صاروا بيفهموني شوي ونحن بنحب بعضنا يعني بس يخلص الشغل خلص شوكي وقلعتك وعاصي بتحبوا بعضكم اللي بيحضر المسرحيه بيلاحظ هالهارموني بينكم والحبه موجوده وسينتيا انا لفتني شغله كثير فظيعه كلكم فظيعين بالمسرحيه هلا بدي احكي عنها هيك مطولا لفتني دوري كيف بكون عم تلعبي دور المدام الكاثوليك تنقل للمدام الاخواننا الشيعة من الجنوب تحكي اللهجه الجنوبيه كانت صعبه لك اللهجه للصراحه ما بعرف ابدا احكيها ما كنت عم بعرف اقرا نصي اذا جورج بخبرك صرت له جورج لحظه ريلي بقريا احفظ يعني فونيتيك ما سجلها وارجع اكتبها حتى اعرف عن سينتيا من باي جراوند فرانكوفوني لا بس مش هالقد بقدر اقرا عربي بس ما بعرف اقرا اني كنت انا بقرا اني كنت يعني صار يقول لي لا كنت اني هدول الاشياء صرت اكتبهم بس فظيعه لعزبتي يعني فيها لانه لا انا عم بحضر ما حسيت انك لا اصلا انه مش فهمانه شيء كنت شو عم بقول ابدا لا عن جد مش فهمني كل مره ساعه يعني بقول انا حرام بفكر جورج انه عن جد بس عن جد ما كنت فاهم بقول له مثلا جورج شو يعني هيدي يفسر لي الاستوار كله انه اوكي الباك جراوند السياسي والبيئي واللي تبع الجمله او تبع المقطع عرفت بس انت مش كثير متابعه سياسه مش كثير خبر حتى انت جورج يعني بالمسرحيه كمان تقلب كلكم بس ما بدنا كثير نقتل عناصر المفاجاه خليها بيناتنا بس ايه في تحدي في تقريبا كل واحد عم يلعب دورين لسبب ما يعني شغلي صعب كتير